القراءة ديالك لكتاب أسود لمدينة الدار البيضاء؟ هذا الكتاب عنده واحد الشكل اللي كتسمى بالفرنسية بوليفر، كتاب جميل ما عرفتش هي الترجمة ولا لا، اللي فيه اسونسيلمون فيه تصاور اللي زوينين زوينين بزاف بالأبيض والكحل والأسود، لأن الكتاب سميتو لا كتب الكتاب باللغة الفرنسية اللي سميتو لو ليفر نوار دو لا فيل بلانش، دونك كاين ان جو دو مو انتر لو ليفر نوار لو فيل بلانش. لي مهم في هذا الكتاب هو يعبر على واحد الحركة اللي دارت اللي سميتها سيف كازابلانكا، اللي دارت في 2013، تخلقت في 2013 واللي عندها تقريبا الان شي 320 الف اللي كيشارك في هذه الصفحه، ومن خلال هذوك الشكايات من خلال الملاحظات تاع الناس المشاركين في هذا الباج تاع فيسبوك خرجوا كتاب، ولكن كتاب كما قلت لك كتاب جميل اللي فيه تصاور جميله. المؤلفه تاع الكتاب الجميل هي منى هاشم، دونك اللي صدر على لا كروزي دو شوما ملتقى الطرق سنه 2022. عادة يعني المدن الكبرى ستكون فيها واحد الكتب اللي تتوزع تكون يعني غنية بالكتب، الدار البيضاء نسبة الكتب اللي تألفت عليها قليلة، علاش؟ هي في الحقيقة الكتب والإنتاج إلا بغيتي الثقافي ولا إنتاج الثقافي المغربي ضعيف وضعيف جدا، خصوصا إلى ما قارناه بما يجري في الدول الأوروبية بلا ما نهضروا على الدول الأمريكية. مثلا نعطيك مثال، كتنتج في فرنسا في إسبانيا في ألمانيا أكثر في كل سنة في المتوسط أكثر من 80 ألف عنوان، حنا في المغرب ملي كنفوتوا 2500 في العام كمتوسط كنفرحوا كنقولوا نتجنا بزاف، دونك باقي كاين واحد لا بوفرتي انتيليكتويال اللي باقا كثيره على مستوى ماشي غير العلوم الاجتماعيه والانسانيه، حتى على مستوى الاداب ولا لا كريتيك ليترير اكسترا. كتاب اسود لمدينه الدار البيضاء، علاش ما يكونش كتاب ابيض لمدينه سوداء اللي هي الدار؟ كتاب الابيض للمدينه السوداء، حنا ما كرهناش الكتاب الابيض للمدينه البيضاء، وان شاء الله جيسبيغ تري بيانتو. هذا الكتاب كان خرج النسخة ديالو بي دي اف خرج في أبريل 21، وكان إلا إيتي ديفوزي في لي ريزو سوسيو والجرائد وهذا، وجمعنا فيه كل شيء المشاكل اللي كطرقوا لها البيضاويين عبر صفحة سيف كازابلانكا، ودونك درت واحد العمل دو سانتيز، خديت المواضيع المهمين اللي كيرجعوا ريغوليرمون في لو جروب ودرت لهم مقدمة وبعض الأرقام، لأن بحال دابا ملي كنهضروا على هذه المشاريع المتعثرة في الدار البيضاء كاين أرقام، بشحال تقام هذا المسرح، بشحال تقام هذا الباغ لا ليغا، فوقاش لونساو البروجي، شحال من العام عنده دو روتار هذا البروجي، دونك هذه المسائل كلها متسقة وزايدين عليها في هذه النسخة الورقية تصاور جداد مع الأستاذ الأخ إبراهيم توقار، وكاين دي رياكتواليزاسيون لأن بالطبع كان جديد من هنا العام من دوبي عامين هادي، كان دي شانجمون لان كاين شي مشاريع اللي بانوا، مثلا بحال دابا لا دي شارج سوفاج ديال مديونه تفتحات جديده وتسدات القديمه، جاوا لي بوس جابوا على الاقل واحد النسبه منهم، واخا باقي الناس بيان سور مازال كاينين شي مشاكل في ميدان الترونسبور، كاين مشاريع اللي الحديقه العربيه اللي تفتحات لا تريمي دي زالموحاد، ايوا وكاينين شي حوايج اللي مازال متعثرين بزاف، منهم المسرح، منهم البارك زولوجيك ديال عين السباع، منهم البارك اركيولوجيك مثلا لا كازا بلونكيز اللي هادي سنين وهي لي اونترافو مازال ما شفناش لحد الساعه ان شونتي، وعاد خلي المشاكل الاخرى اللي كانت كتعرفها الدار البيضاء سنين هادي واللي مازال حنا لحد الساعه مازال عارفينها، من لوكيباسيون ديسباس بوبليك، احتلال الملك العام، منها هي عده مشاكل صراحه. بالنسبه واش كان عندك شي دعم بالنسبه مجلس المدينه ولا الناس اللي سيسيروا الدار البيضاء على الكتاب؟ على الكتاب فاش خرجت النسخه ديالو بي دي اف اتصلت بنا العمده الجديده،
هو ملي خرج الكتاب اصلا ما كانش هاد لو كونساي، كان في عهد لو كونساي الاخر، ولكن هي مني جات لو كونساي مني جات الكونساي ديال المدينه اون ايتي كونفوكي، واتصلوا بنا الناس من قرب ليها وطلبوا منا باش نديروا اون ريونيون. مشيت بالطبع انا والسي شيتاجني لان ما كانش يمكننا نرفضوا، لان احنا ماذا بينا يكون تكون اون كومونيكاسيون ما بيننا وما بين الطرف الاخر، لان كما قلت قبيله في التقديم احنا ماشي ضد السياسيين، وحنا ما بغيناش ناخذوا بلاصه ديال السياسيين، كل واحد في البلاصه ديالو. حنا بيضاويين كنشيروا المشاكل اللي كتخبط فيها المدينه سنين هذه، لان لو جروب الي كري من 2011 من 2013 دونك حضر ثلاثه ديال المجالس مختلفين وكل واحد بالوانه السياسيه، دونك حنا ما عندنا حتى شي علاقه لا بالسياسيين ولا بالمشاكل الانتخابيه ولا هذا. دونك سي اون ديمارش سيتويان اللي كتهتم بالمسائل زعما المسائل ديال لي بوبولاسيون اللي كيعيشوها. حاجه اللي بغيت نشير لها اخرى هي حتى بالنسبه سور لو بلان فينانسيير لو جروب دائما حتى هو كيبقى كاع الحاجه اللي عندها علاقه بهذا الشيء كيبعد منها. مثلا هذا الكتاب اللي خرج كل شيء لي دووا دوتور ديالي حقوق ديالي ليديتور غادي يعطيها للجمعيه جمعيه انصاف، دونك غير باش الناس يعرفوا بان انا ما دايرش اون اوبيراسيون مارشاند، انا دائما سي ان ترافاي كاريتاتيف كما كنديروا البينيفولا في لو جروب كما كنكمل البينيفولا بهذا الكتاب.